وخلونا دلوقتي نتابع معاك واهم الاخبار اللي هتحصل النهارده، كمان اهم الماتشات اللي هتتلعب في الجوله 19 من الدوري الاسباني. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هينظم احتفالية خاصة لتسليم دفعة جديدة من التراخيص لمجموعة متنوعة من وسائل الإعلام. وجه المجلس الدعوة للممثلين القانونيين عن 80 وسيلة إعلامية لحضور احتفالية تسليم التراخيص اللي أصدرها المجلس وفقاً للقانون رقم 180 لعام 2018 واللوائح الصادرة تنفيذاً له. النهارده وفقا لما اعلنت عنه الكنيسه الارثوذكسيه، هيكون اخر موعد لتقديم طلبات المشاركه في قداس عيد الميلاد بكاتدرائيه ميلاد المسيح بالعاصمه الاداريه الجديده من كنائس القاهره والجيزه والقليوبيه. واوضحت الكنيسه انه هيتم توفير دعوه لكل من قدم بياناته من الكنيسه التابع ليها، مع مراعاه ان الاطفال بدايه من 5 سنوات بيحصلوا على دعوه مستقله. وبتفتح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة أبوابها مساء يوم السبت الموافق 6 يناير في 5 مساءً، ولن يسمح بدخول أحد قبل هذا الموعد على أن يبدأ القداس في 7 مساءً. النهاردة العشاء الدوري الأسباني موعدهم مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة 19 من عمر المسابقة. هيلتقي غرناطة مع قادش الساعة 6 بالليل، 8:15 هيلتقي ريال مدريد مع ريال مايوركا، في نفس التوقيت هيلتقي ريال بيتس مع سيلتا فيكو، وفي 10:30 ليلاً هيلتقي أتلتيكو مدريد مع جيرونا.